نعم الرفاعي كتب كلمات السلام الملكي الأردني الذي اعتمد في العام 1946. في مدينة صور بلبنان كانت الولادة، وفي صفد كانت الدروس الأولى، وفي عمان كانت الثانوية العامة، وفي الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1937 تخرج ليعمل مدرسا للأدب العربي، ثم كاتبا خاصا للمغفور له الملك عبد الله الأول بن الحسين، ويتبوأ مناصب سياسية إلى أن يصبح رئيسا للوزراء عام 1969، ثم عضوا في مجلس الأعيان ومستشارا للمغفور له بإذن الله تعالى الملك الحسين بن طلال. نال في حياته العديد من الجوائز والأوسمة الأردنية والعربية، كما شارك في أهم الجمعيات السياسية العربية، نشر أشعاره في أشهر الصحف والمجلات العربية فضلا عن نشرها في دواوين خاصة. من أهم أعماله ديوان الاتحاد العربي، ثورة العرب، وديوان المسافر، كما جمعت أشعاره بعد وفاته وصدرت في كتاب شعر عبد المنعم الرفاعي، صدرت مذكراته الشخصية في كتاب الأمواج صفحات من رحلة حياتي.